انتم كقيادة صنعكم مراجعة انتم على مستوى القيادة برضو لرصد او تقييم ادائكم في الفترة الماضية والاخطاء اللي وقعتوا فيها؟ تصور لا على طول لا على طول باستمرار. يعني شوف في قصة الموضوع اللي هي الاستئثار، انت قلت باشمهندس انه احنا في الجهاز التنفيذي مفهوم، بس لانه هذا الجهاز التنفيذي انت اصلا ما اقتحمتوش، لكن هو الصورة الانطباع انك دخلت البرلمان ورئاسته والشورى ورئاسته واللجان ورئاستها، يعني 19 لجنة واخدين 9 ماشي. طيب وبعدين عفوا كنت طرحي للحكومة وبعدين رحت للرئاسة والناس مش مضامين وضوع الدستور والأغلبية، موضوع الرئاسة أخذتوها والناس مش مطمئنين إنك برضو رئاسة الحكومة هتاخدها ولا لا. يعني أنا شايف يا باشمهندس في الأخير أنتوا دخلتوا معترض، وطبعا المتربصون بيكون كثر.